السلام عليكم، مساء الخير. مساء الخير. عندنا هنا في كيل دي جدارية رابعة بستغلها. أخذتكم بارين الجداريات دي، حاصل التوين تاور بتاع بترناز ده، حاصلوا بكرة الصباح وطبعا قريب من هنا ما بعيد. هو شايفين، لو شايفين التيوب ده، هنا في تيوب الحتة دي، ده بيوصل الحتة اللي فيها المول بتاع بافيلون، بيمشي طوالي كده، في نهاية مسافة كده بتاخد الناس في بترو في التويتر بتاع بترو ناس. لكن خلينا نشوف مع بعض الدارية دي قبل ما نتحرك. دي عرباتهم المحلية طبعا بتصنع هنا، تاكسي، التاكسي بتاعنا. خلينا نشوف. هي ما زي الجدارية اللي وثقتها قبل شوية، لكن برضو في النهاية حاجة من حاجات البلد دي، عمل ابداعي. الابداع مرات بيكون احساس، ما شرط تكون حاجه كده واو. يعني مليشة عشان هي مداريه، او يا مداريه استوائيه، لازم اتاكد من المعلومه دي عشان تاني اطلع اقولها بصوره صح. تلقوا فيها دائما النخيل الملوكي. النخيل الملوكي اللي عندنا هناك في السودان غالي، هنا عندهم شكله رخيص، لا متوفر في اي حته بتلقاه. المواد طبعا عندك تحية متوفرة. طيب دي شكل الجدارية. المشكلة هو والله جاني، انا كان عندي مشكلة انه اللايف ما بيعمل، بورتريت، شفته ما ظبط لي. المهم شكل الجدارية عامل كده، دي من بعيد. هنمشي لها بالراحة تاني كده، نعمل بانوراما، يقولوا بلغة السينما. دي للناس اللي اشتغلوها طبعا، موقعين تحت. لو واصلت بالطريقه دي عادي ممكن يكون عندي توثيق لي ما حتكون 122 جداريه زي ما خليت جداريتين، جداريات حقت التشكيل اللي وثقت لهم هناك في السودان، لكن حيكونوا برضو بعدد كبير. يعني ده التشكيل اللي اشتغلها والفنان اللي اشتغلها. برضه هنا ده اسمه او حاجه معروفه عندهم، حاجه زي الوضع. مشكله طبعا انت بتقدر تقرا الكلام لكن كيف تكون فاهم معناه؟ لازم تكتب بحروف انجليزيه. طيب قبل ما نهي الاداريه دي، قبل ما نهي اللايف قصدي، الاداريه انتهت خلاص، خلينا اوريكم الحته اللي بتمشي على حتكون بيها من فوق قبل ما اوصلها. دي قاعد اشوفها من الفندق تقريبا، او عمارة زيها بيتلون بالليل. طيب محل مكتوب اسلامك بنك، لو شايفينها هناك. ده التيوب، لا التيوب قدام شوية، هنمشي مسافة ثانية ما يصعب. هنا يلا اقطع الشارع. طيب نقطع الشارع ونشوف التيوب هناك في اخر الشارع، حتى المظلة لديك حقة المترو. شايف يعني قادرين تشوفوا؟ انا ما قادر امشي اعمل زوم هنا من الحتة دي لانه العربية السريعة مسيرة 500 حافية دي، لكن بحاول. ايوه كده عملت زوم تمام. هنا حتة المترو، الحتة جنبها دي طالعين بها الناس دي، بياخذ اتجاه معين من المترو. يعني هنا انت واقف في السلم بتاع المترو، هنا لو تدخل بالسلم وتمشي مع التيوب بعدين تلقى نفسك في الحلقه الاخيره قاعد في هنا. لا وصلت كي ال سي سي، غايته سي واحده بتاعتهم سنتر. ده جو كي ال ال جو جو ال جو كي ال سوري جو كي ال ده البص الفري، ده بص المدينه. ده مجان، تركب فيه نوم تفطر تلبس لك مره. المدينة مربوطة بالبصات، في البص المجاني ده جو كي ال، وفي الرابيد كي ال ده بقروش. فوق في المترو ده القضيب بتاع المترو، في مواتر برضو زي حالا هسه في السودان تقريبا اسمها حالا، مش وفي ناس الليموزين طبعا.
جراب وماي كار وغيرهم، في غيرهم يعني. بلد جاهزة في أي حتة، بتلقى مول في حتة، بتلقى محل أكل، حالات عربية كثيرة طبعا زي حالة البدوي ده. يا جماعة والله الصومالي مش بيكون شبه شديد خلاص. قبل لو شفت لايف قبل ده، الحتة اللي كان فيها جدارية حلوة كده ووثقت عليها في بيتين، انا قلت في التسجيل ديل شكلهم بيشبهونا، لكن مدام ما سمعوا كلامي ما علقوا معناها ديل صوماليات. فعلا طلعوا صوماليات، بعد فيهم صورتني قلت هذا خذ لي صوره معلش. الناس هنا مدعونين، ناس البلد مدعونين وظريفين ولذين، فبيجوا الناس اللي بيجوهم من برا برضو ويقول انسان من البيئات بيخش في البيئه بتاعت الظرافه دي، فعادي ما في زول بيقول لك شنو ما بعرف وبتاع كلام زي ده. استغرب هنا في التيوب ده التيوب بيطلع فوق يمشي على ال KLCC فيها التوين تاور بتاع بتروناس. هنا ده الباصات انتهت، وكاتبين فيه بافلون، معناها بدخلك بجوا على بافلون. انا ممكن اخش بيه ده بافلون جوا واطلع بالنفق، او امشي عديل بالنفق بجاي بالتيوب قصدي، حنطلع الشارع ونمشي بالتيوب. ده برضه مطعم عربي. الإعلانات المضيئة في أي حتة، والمواد دي لو تقصر تطبيق طوارئ طبعا، لو الناس بيجروا يشوف زي السلام عليكم. والورود الحلوة خدار. طيب شركات عالمية وشركات محلية وشركات إقليمية، بلد عمرانة. بتلقى ستاربكس في اي حتة، بتاع الزغب على المشاة. ما طبعا تخيلت ان هم ظريفين يعني في الزغب ده، يعني عادي ممكن تلوش بحال المشاة يقفل لك زي ما قاعد يشوف الخريف في الافلام، لكن برضه هم قطاعين زي ناسنا. داك ابو فيلون حيطلع في الحتة الفوق دي كده، مزيكا في المحل ده الحته الاعلانيه دي. انا همشي بالتيوب ده او امشي بالفن. نمشي بالتيوب ونشوف ده الشارع بس عامل كيف الشارع. بس بالمناسبه الاسم ده الكتاب قرب شديد تشينو، مفروض في الايام الجايه ينزل التيزر، مش التيزر ده للبرودكت والسيرفيس، ينزل البوستر بتاع الترشين في صفحة جوتا انستيتيوت. ممكن تجي بالسلم، ممكن تمشي بالاسانسير ده، انا حاجة صدر سيرتي من المشي. طيب كنت بقول انه كتاب حينزل شنو حيكون هسه ان شاء الله في الايام الجايه، ده بالنسبه للبوستر بتاعه يعني. لكن تشينو ان شاء الله لما يجي راجع حيكون يوم 4/4 ان شاء الله، واقع يوم سبت الساعه 6 في جوتا. جوتا عندهم حاجه اسمها مكانك، الناس بتعرفها طبعا، ده حيكون فيها التشين باذن الله تعالى. طيب دي محله ال دي الخريطة إذا فرض. وكيت بنتانج ده الحي النازل فيه، واللي فيه هم العرب إحدى الـ ATM في شارع العرب. الجهة الثانية برضه بيركن دايركشنز فوق، الناس بعد تطلع تذاكر بتخش من هنا بتطلع فوق تنتظر هذاك اللي جاي اللي هو الرابيد KL هناك. ممكن يكون أكثر من المفروض بس نمشي. هنا انت بتخش على مول الحته دي، هنا انا بمشي ايه ده وركب هذا المشي عليها دل 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 المترو الموقع في الفيسبوك. انا كده داخل على الحته الثانيه اللي هي فيها الحتت كلها دي، حته مطاعم
دي الحته جوا لي. يا سلام على المنظر ده كيف يجوا. نحاول يجوا قريب شويه. بلد فيها ابداع عجيب. انا والله كنت غلطان جدا لما كنت بقول بلد الكيزان دي عشان كانوا الكيزان بعين اختين قروش في البنوك، لكن كنت شاميه عشان الحاجه دي، تخيلت انهم هم زيهم تبيكل يعني. لكن البلد بتستحمل الناس كلهم وبتلقى فيها الناس كلهم. ده خط المترو. خريطة ظريفة حنمشيها مع بعض بس لحد ما ندخل بداية التيوب ده. انا حكفي الله يفتح عليكم طويل. عادة العزيزة ايوه. في ممر حنمشي بيه بعد شوي حتلقوه شوية مقفل وفيه الممر مقفل وفيه تكييف وفيه إضاءة كويسة. توصل لحد آخر البلد حد حتة المشاريع بتاعت الهناي بتاعت توين تور. لكن هذا محل عربي طيب. عشان اللايف ما يكون طويل انا حقفل وحرجع ثاني في لايف ثاني ونكون في التيوب بتاع اللي بدخل على كي ال سي سي تحديدا، لاني ماشي لحته فيها توين تاور. في حته في نص البحيره حلوه فيها نافوره بتلون بالليل يكون فيها مزيكا. بدي اشوف الحاجه دي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.